السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذا الطاجين البلدي التقليدي القديم ديال الزمان اللي كيجي لذيذ بزاف. وإلا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا باللايكات وشاركوا في القناه عالم سعاد وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء وفي المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده على الجميع. نمشيو المقادير وطريقه التحضير وشكرا. بالنسبه للمقادير ديال هذا الطاجين اللي غادي نوضع فيه الخضره، عندي ثلاثة الحبات ديال الكوسة أو القرعة الخضراء، كنشدها وكنغسلها مزيان وكنقطعها لأربعة طولي. وانتوما على حساب الأشخاص اللي عندكم تقدروا ديروا حبة وحدة، تقدروا ديروا جوج، والمهم على حساب الحاجة. بالنسبة لهاد الخضرة كاملة على حساب الحاجة اللي كتبغيو واللي عندكم توفر، يعني ما تقيدوش بهاد الخضرة اللي سنعطيكم. أنا كنعطيكم كفكرة بالنسبة للخضر الطاجين. عندي الجزر، جوج حبات ديال الجزر مقطعين هكا. عندي شي فلور خديتها صغيره قطعتها على اربعه. شي فلور تشوفوها باش تعرفوها، كاين اللي ما كيعرفش بهذا الاسم، والاسم باللغه العربيه الزهره. بصله وحده مشلضه مربع صغار، مطيشه وحده اولا طماطم. عندي قزبر ومعدنوس مقطعين على هذا الشكل. عندي بالنسبه للتوابل عندي الملحه على حسب الذوق، شويه الخرقوم البلدي، سكينجبير، شويه البزار، فلفل الاحمر اولا بابريكا، ثلاثه فصوص ديال الثومه. عندي واحد الفلفله حاره. انا بالنسبه للفلفله حاره نعطيكم واحد المعلومه، كناخذ فلفله ملي تتكون موجوده كنشدها كنغسلها مزيان كنلويها في هذا البلاستيك الغذائي كنرميها في المجمد، كتبقى الا بغيتها الكسكسو الا بغيتها بحال هذا، المهم تتكون موجوده. غادي ندوزو للطاجين. الطاجين وضعت فيه اللحم. هذا اللحم بغيتو ديرو دجاج اللي عجبكم، بغيتو ما ديرو والو تخليوه خضيره. انا كتعجبني الخضره، انا من عشاق الخضره. المهم اللي عجبكم واللي كاين. ونبداو بسم الله. بنتي كتشير ليا ما عرفتش شنو قالت. شنو قلتي؟ اشنو نسيت؟ بطاطا زيت. الا الزيت قلتو، يمكن البطاطا اللي نسيت. عندنا واحد جوج حبات ديال البطاطا حتى ثلاثه تجر فيا وتقول لي شي حاجه نسيتيها شي حاجه نسيتيها. شكرا سلمى شكرا. المهم نبداو على بركه الله. نبداو في الطاجين الصيف ديالو. كنوضعو العطريه ديالنا. ما تحشميش يا سلمى اللي بغيتيها قوليها بلا ما تجريني. هادو راه الحبابات ديالي والصحابات ديالي والصديقات ديالي، غا قولي اللي بغيتي تقوليه قوليه. كنديرو شويه القزبر ومعدنوس، كنضيفو الزيت. هذه طريقه اخرى من الطرق، حيت عندي عده طرق ديال الطاجين. غتشوفوا في القناه ديالي عندي الطواجن بزاف. وبالنسبه لهاد الطاجين درتو طريقه ديال زمان، طلبتني واحد السيده اللي كنشكرها بزاف بزاف بزاف، الاسم ديالها امينه، هي اللي طلبتني على طاجين يكون ديال زمان. غادي نزيد نضيف الثومه. اريليا اريليا فاش كتهضري؟ هي الثومة. صافي وغادي نحرك هادشي كله وغادي نديه البوطة. ندي الطاجين ديالي البوطة. دايما البنات تنقول لكم اي حاجة ضروري ما تلامش العافية، الطاجين ما يلامش العافية ضروري خصنا نديرو مقلة قديمة حديدة اللي عندكم. هذه تنقولها وتنعاودها بالنسبة لأول مرة كاين اللي كيشوف لي الفيديو باش يعرف شنو كاين. انا كنبغي الاستفادة، ومرانا دايما تنقولها وتنعاودها باش اللي ما عمرو شاف فيديوهات الاخرين وشاف هذا الفيديو يستافد. غادي نخلط هاد العناصر كلهم ونخلي الطاجين ديالي يتقلى بحال ديال زمان. غنخليه يتقلى على خاطر نحرك الطاجين ديالي. ها انتما بدا كيتقلى.
بالنسبه واحد السيده كانت قالت لي بان اللحم ما كيطيبش ليها في الطاجين. اللحم غادي نجاوبها، اللحم خصها تغطي الطاجين، الطاجين ما تيبغيش كل ساعه. ملي تديري الخضره اولا بلا خضره مثلا درتي غير اللحم، غتغطي عليه وتخليه، المهم ترقبيه غير من البعيد البعيد، تكوني واضعه فيه الماء كفايه، وتكوني مخليتي المرقه اولا المرق تغلى، وكتنقصي البوطه وكتخليه واحد نص ساعه، كتجي اللحم تلقاه طايب. الا بقيتي كل ساعه تتحلي عليه راه ما غادي يطيب حتى حاجه، حتى الخضره ما طيبش، بحال كيذوب هذاك الهواء ما كتبقاش طيب، ما كتخليهاش، ما كتعطيهاش الوقت فاش كطيب. هي طاجين يبدا كديري تمرقيه وتخليه حتى كيغلى، وتهبطي عليه البوطه، تنقصي عليه البوطه تماما، وتخليه يطيب على خاطرو. راه كيبان لك، كيبان لك بانه راه فيه كل شيء، يعني تخليه يطيب واحد نص ساعه على خاطرو، كتجي كتلقاي كل شيء طيب. ولا بقيتي كتحلي عليه كل ساعه كل ساعه راه ما غاديش يطيب. المهم كنبقاو مستمرين على نفس الشكل. ها نتوما شوفوا هالطياب ديال زمان هكا كانوا تيديروا، كيقليو وكيقليو البصله واللحيمات والتوابل، كيقليوهم حتى كيقليوهم على خاطرهم، كتشمي واحد الرائحه زوينه زوينه بزاف. من بعد غير باش كيديروا داك المرق ويديروا الخضره ديالهم. غنقرب لكم باش تشوفوا كيفاش المنظر. ها نتوما قليت واحد شويه، دابا صافي بارك عليه. انا دائما الطاجين كنقولها وتنعاودها، دائما الماء خصو يكون مغلي باش نخوي في الطاجين، باش الطاجين ما يطرطقش وما يتهرش. غادي نوضع شويه ديال الماء، ماشي بزاف ثاني ما نكثروش، الخضره حتى هي راه كتطلق الماء. وباش الطاجين يجي بنين ما يجيش نبقاو نوقحو فيه نقصو منه من الماء ولا المراق، المهم كيجي زوين. بركه غادي نبدا نسته في الخضره ديالي. نبدا بالحاجه اللي كتشد شويه الطياب، هي اللي كنديرها هي الاولى بحال هذا الشكل. سفت الخضره ديالي على هذا الشكل، ودرت شي فلور هنا الفوق، درت شويه المطيشه هي الفوقانيه، درت شويه ديال القزبر زدتو، غادي نضيف واحد شويه الملحه، وغادي ندير هذه الفلفله هكا نديرها في الوسط على هذا الشكل، ونضيف شويه الملحه على حساب الخضره باش كتجي بنينه ضروري. ولا بغيتو تسرعوا في الطياب ديروا بابي كويسون تغطيو به، هنوريكم دغيا كيطيب الخضره دغيا فاش يطيب الطاجين مثلا على نص ساعه يطيب على 15 دقيقه. غادي نغطيو عليه على هذا الشكل ونخليوه، ملي يغلى لينا ونحسو به يغلى غادي نقصوا البوطه، غادي نديروا الغطا ديالو على هذا الشكل غير بحال هاد الورق، ما نخليوش طايح، نجمعوه بحال هذا الشكل صافي، ونقصوا البوطه ونخليوه يطيب، نحسبوا ليه ديك من 15 حتى 20 دقيقه ونجيو نطلعوا عليه. غادي نوريكم الطاجين فين وصل. غادي نحيد هاد الورق ديال كويسون، شوفوا الخضره كي تجي اكثر من رائعه. غادي نشوفوا واش طاب غا بهاد السكين اولا الموس، هانتوما القرعه طايبه، خيزو طايب، الطيطه، الشيفلور، كلشي طايب. كنشدو شويه المرق وكنسقيو هاد الخضر على هاد الشكل من الفوق، وندوقو الملحه الا خصنا الملحه نزيدو شويه، ما خصناش بركه. طاجين وجد بالصحه والراحه، استودعكم الله إلى فيديو قادم إن شاء الله.